بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. درس انتنا تكتاب توحيد الركلان درس بقدم جهي صوتي. باب ما جاء في التطير، باب لتوان ملكي لالتشو كيسات رفته. ملكي لالتشو مالني، ملكي لالتشو كني شركي الرأي كناف بابا كنا كيسات بدي ملكي لالتاني وان تقو ملكي فجراني دلقو ملكي ناتو لجراني وكا ملكي نابد جراني بيسو. وقول الله تعالى رب كأنك كنجد: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ملكين إساني والإساني دف رب برا جرجتش رب برا دف ملك أدر رب تندف أك رب برا دف سنم نهدوهم بيك جي رب سورة على في كزة آيات إبا في صدمتك أم اللي آيات برا كزة قالوا طائركم معكم والرب على قول أنا قلتني سورة ياسيني آية كل سقل كزة والنيس اللالتو قبضنا قرتني تائد ملكين تيسن اسنو من رأيه سبباك سنين اسنو تفتي جتشو معنا آيات امك الانتنا كيست انما طائرهم عند الله يجمع لما قدر عليهم وقدر لهم والنيسان الرت مرتف فما إسان الرت قدرم عند الله رب براي انما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدر بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. ملك نساني ربي انبيجة شمالين والربي مرتسجر وقدر أفيتين سببا إسان كفرني أنبيوت ربي تيفي إرقمتوت ربي كجب سيزني هدون إسان بيك لا يعلمون سن بيكا ولا لإسان إدراهيم بيكا آيان إتعانت أمو ملك انتسر إسان بيجة شمالي والنيسن أرجت أجرتني أكيس ور ربتنا مواموسا إسالت من كلا التنيني سبب كفرك السنين إزنت أفتي والنزنت أفتيجته بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناسين وأن سبب إسن ربت كفرتني ربي أجرتني أمس ور ربي أرجت النطلت إسنيا دكان فلا إسالي دم تنيه بدين إزنت أفتيجته. آياني أغتني سورة ياسيني كيس جرتو عين ذكرتم جتشان مالين من أجل أنكم أنا ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم نويسي يعد الشيفنا جنان نويسي نقوسنا جنان ملكي نيسن الله لن تفاؤل لكيسنون ننطلن جتني بل أنتم قوم مصرفون إسي وردان غتريجرو وربدي كيستدان غتريجتشو مانا آيا لمانا مقرانتنا مالين تدرى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصابه وبشؤمهم قوم النبي الله موسى للترجمة ور فرعون سيئو بلا وهيرك وهيرو من الأبميسان تقوم أجلا كن سببا موسى تفي ور موسى والإندام ور إسلام ما هي متقن جان إسان رت ربي ديبسي بأنما أصابهم من ذلك إنما هو بقدائه وقدره عليهم سنبر مرتي ربي تمرأ كزنجة سن ولي ربي سنتلو في بلان سننتو يجتو ربي فتدي بسي أما لي ولي نبي الله موسى في أقرتني ولي نبي الله موسى تأمن أفكيسا قبل خيري بركة أفكيسا قبل ملي إسان وان بدي تقول هنديما آياني لأمون لي أقمسا وربي ورى أقرتني إرقمتوت ربي كجب سيسن رتدي بسي وبلان إسان تكجلو إسن رتل ألا نجرى إسنت أغرتني ملكي لألنج الرجانين سنيمتي أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسكم سببا بلا كان إسن براي ملي أكا إسن جدا سول ربي والربي تندم سنيمتي وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل رسل كمدو أكا إسن جدا سنيمتي إرغمتوت الراك أغرتني سببا إرغمتوت هاتين بلا نساني تفهمي سببا كفر إسانيتي في
دلغا إساني تني تلو في بلان كون جتشا واني آيات تنرى فيدا نماليني تقفى واني آيات تنرى فيدا وآيات مقراني لمن تنرى أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين ملكي لألتشن دلغا ورى أغرتني أواماتي ورى وان بيني في ورى رب تشركوت أما اللي إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما أما اللي قضاء في قدر والرب مرتز مرتي ربي والرب لبكاية كانت أغتني إن الله إجراء ستي آمنوا برباشزا أما اللي أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات والنمى أغتني أغتني بلا أنما تقوه مال والرب تيكني دانغا تلني في أما اللي ولا لكيس جرى ورى أغتني مشركا كانا يوري والرب تمتلف إزان الرت لألن أرقى إزان نتلفني بلا لكنا نهود التجان في الآية الثانية آية تعلمو كيسا اللي أما اللي أكمسا وجوب قبول النصيحة تلتون من ما يادك إبلو برباكسا إزيددون سني كفي الرأي والرب تتنم وامددون أنما جاءت به الرسل فهو الخير والبركة لمن اتبع وان إرقمتون ربي دفني مرتنو خيري قبدي بركة قبدي ملي أغتني واني بالآكس سهنجر جيتو أما اللي حديثت عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر أخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول أبي هريرة رضي الله عنه سبخاني مسلم كاباسا كيسة رسول ما جل لا عدوى يقمني نمت تروهنجر قدرى ربي تملي ولا طيرة ملكي اللين هنجرت أما اللي ولا هام هاما لقلتني اللاتي لالتني اتتفاولة اتلالتا إسي اللي هنجرت واني إسي إرت ديمو اللي ولا صفر أما اللي أقلتني وان أقوب قرار نمت قطو جرا إني سن اللي أقوم لسن اللي هنجر وكا السفر جتون جاء سفر ملكي اتلالتا إني اللي هنجر أما اللي أقوم سوى لا نوى سيبني أقلتني أرجي لالتني ولا غول أما اللي جنت وهركلنا ما انترجعني واني لألتني جرو يعني رسول ربي أغرتني عليه الصلاة والسلام أبم سيسني جرن جتش ورقنا لألت مال الرأي ولا السفر مرالني مال إني السفر يتون رام موهيت جرى قرال ما كانت تويت أغرتني رام موهيت جرى لما في وريل تويت يزمون أنها أشد عدوى من الجلب أغرتني شتو إلا دبتي لما ترتجتش إساء يادا خلقت يادا معنى كان أغتنيه انتهو أغتنيه كسيادون جاني الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يو كان سفر جدتم ماليني أكو مجلسا كانوا يتشاعمون بشهر السفر جاء سفرات انت أغتني ملكي لألتن جدتو أما نوعين أغتني أرجيلا ولا غول جدتان غول جدتم مالين جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تدل أحدا وتهلكه واني أغرتني غول واني جرى مالين جني وهي شياطين وهي التجرى كررنا نما جلبتنا وبلس تجان إسنتن اللي هنجلت إذن فكات مليت نما جلبتك اللي هنجل وكان اللي هي عدنا جدت رسول ربي إبسقلا معنى الحديث كان مالين الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلية من الشؤوم من التشاؤم بالطيور وبعد الشهور والنجوم وبعد الجن والشياطين معنى الحديث ولك أبو رسول ربي ووري أقتني جاهليون ووري وانبيني ووري دينا قم لسني آدا ملكي إسال لألة اللاتي قيت ورجت لألة جنت لألة سنين بل نجاني آدا كوني مرتو هنجر جتو في إساني قلتني جلا كوني مرتو وان كتاب ربي كيس هنجر والرقا وهيد إسا ولي هنجر جتو واني حديثة كان الرافيد بن مالين ميكي واني جرمو أقرتني لفر هنجر جتا واني ميكي لألة نيميكي أكنا وانا كنا نعرفنا لكنا تيجل انتقل لي هنجرو أما اللي أقيدة والرجاهليو تاسوني نقومني نمت تركا إسان جلسوني قدر ربيتهم تقدير ربيتهم مالي أكنمت ندره بساجر حديبني أما اللي أكو مثلا اللاتي أغرتني اللاتي في أما سمو جاء صفرا ملكي لألتني جاء كان كيس سنفون جاء كان كيس ملنبانو يعني لألتشون كن اللي هنتو جيتشو أما اللي أرجي اللي الروبا في وانا كناتي وانا كنا دلي جيتشو اللي ننتو أما اللي جيني كرر أنا ما قتل ما بلي ستجرا يعني يا دون سن اللي هنجو كنافو وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه
أمس ربي الرت الكجو وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه رب الرت الكتني الكو في رب قلجو أن من من تحقيق التوحيد الحذر من هذه الوسائل المفضية إلى الشرك توهين نما ترجت جوان أما دبت ميوان شرك إنما جيسو كان مال الرأي فقاجو وأن من دوان قلقو كوني مرتنو وأن قراتها في ديما في مكان ما تي في لفا في أقرتني اللاتي هو النساء اللاتني ملكيتي لاللاتني يوان لكنا لفيان أرنم ملكا هوان ديمو سنجر قرياني لا لتون هنجرو كوني مرتنو رب الرت إركتني حجاو في تيف ديماني يو الراحفا لله الراحفا ججو ولهما ناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة أما اللي حديث بخاري مسلم باسن أنا سمو وديس رسول ربي أكنا جلجل لا عدوى وكم نتر الله جلجل ولا طيرة ملكي لألتش اللي ننجل ويعجبني واني نجالتش سجل رسول ربي الفعل فعلت رجالك إذا فعلت جتهم مال يعني قافلا الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة الكلمة قارية ودبتي وانا ما ولد لفتي فكينا نما نما نبا ميدي وقرتني وانا مكان إذا سالم جتش ولد في آه نقايا باني أقرتني إن شاء الله يو جاي وانا كان كيادو تاتي هما قبو كلمة قارين تنوان قاريادو واني حديثة كان الرا أرقى النمال أن الفعل ليس من من الطيرة المنهي عنها لمن أقتني مكا غاري لالته إلى وان غاري تفني من كونه يلي وان غاري لالته يمكنني أقتني ملكي إرادة جمساني ميت أما اللي معنا فعلي مال كلمة غاري وان غاري دبتشو مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به أما اللي ربي كان نية تتلو خلاص أبونا مغاري ولد هنا إن شاء الله من كونه يلي من تقومان قبو نية وفي وكذت أقتني ربي رت إركتال وكجد أما اللي كلمة أكناتنا في أقرتني ملكين أكاد بأنجرت اللي بيكو قمنا ملكين من الالتي اللاتي أكناتنا لفي وان بدي أكناتنا لفي أنما ركو أكنا نرؤو مجيه الالتو في أما يقرم أكناتي لما مكان إساء أكناتي وان غاري كان هو القرن إن شاء الله رب نملكي سيججو أداني ججو الفعل فيه حسن الظن بالله والعبد معمول أن يحسن الظن بالله فعل ججو كل كلمة غارين تنمال ربي كنت قبرتني ياتلو قبلتني يا ربي تتلو أقرتني اتأمر مجرى أما أقرتني اللاتي لألتي وكاملكي وانبدو لألتي يا ربي اتبدو كيس جرى أطيرت فيها سوء الظن بالله والعبد منحي عن سوء الظن بالله لاني ملكي قوانا كانت عفية كانت هي قولني كانا ندولة ريا كانت هي وانبدو تهي كتشنس أقرتني ربي تني يا بدو ربي تني يا بدو إرى قبلتي وقمجرى ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا تلد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذه سند أبي داود باسي كيست صحيح أقرتني سند صحيح عن باسي عروة بن عامر كجاني رسول ربي بيت دبتم تجر واملكي كان دبتين من جنة فقال رسول ربي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل إر ملكي واني سنجتني لألا تكرر إر قارين إر قارين تكلمة قاري ريفو جنة سريا ولا ترد مسلما كلمة قارين مش مسلما أقرتني هجائسة إران ديفيد فإذا لا أحدكم ما يكره لم تقوان سجب بسنزيو كاربتات فليقل هاجر جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جرى اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت يا ربي وان قاري اللي لم نفد انجر سمالي حسنان اللي ترتو اللي نفوه اندندت ولا يدفع سيئات بدي اللي وانفكتك نمر دي بسنجر إلا أنت سمالي ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي كارم اللي انجبين اللي انجروا سيهمالي أكنا جدتوك أبنا ميشتكو يوان جبارك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي قتلتنا ما في دولة سمالي انجيرو كوان فقدتنا مرة دي بسو سمالي انجيرو أرم ما في جبن اللي سمالي انجيرو أكان هاجر يو أقرتني وان بدو أرجيان وان بدو يسجد بسيسي أرجي أكان جتشو قبجان رسول ربي صلى الله عليه وسلم معنا الحديث كان مالين
رسول بلا تاغرتني وان ملك جاء مكون دبتم تجنان رسول لي اغرتني ادرا غاري اساني ارسني اغرتني مالين كايسن جت تنسني مغارين كلمه غاري كخنر رل غاري مالين نم تو اغرتني ان تيرا ثلاث ود مالف كغاري نغتنم تو كو عايز دي بيسي اور دعاء كان كان اقول اتشو قبا اكبر مشرك اسن ملك كان تو كان اقول يدي وان سنتي دمه صندوق ديمو هنقبو دعاية كنا نقول أتشوق بجاء الرسول ربي عليه الصلاة والسلام. أما حديث غير الرواية لرجال مال إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. أما اللي ملكيل الله تشون انتو يوه كالتاني نفسنا ما كان كيس سوايان دعاية أما جنة كان نقول أتشوق بجاء تشوق. أما اللي أن ما يقو في القلب من الطيرة لا يدر بل يذيبه الله بالتوكل لم تقول لا كيس سواي سيان يوه صندوق إن ديميني سندرر رب رتكتي ديمو قبا. أما اللي أغتني كلمان غارين توني هم ملكي فكاتو إذن كانوا ملكي فكاتي أكما ملكيتي إذن سن أغتني كلمان غاري تنتي نميش أغتني لألتشو ومن قبوان غاري وجوب التوكل على الله. أما اللي ربي رتعكتشو قرم ما في جبين اللي نافنجلو ربي هم اللي جريا كانت أمنو وأنا كنا دعايا كنا كنا قلتشو قبا. ولين مسعود المرفوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل رواه أبو داود الترمذي وصحه وجعل آخره من قول المسعود. حديث عبد الله بن مسعود رسول حديثا قلت لي رسول الرعود يسير رسول التلفولي رسول لماجن الطيرة شرك الطيرة شرك ملكي لألتش شرك الرأي ملكي لألتش الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وان مچ اگرتني ربي ملك قبلات هدمون كي سجروفي الطيرة شرك قبلات هدمون اگرتني مال شرك يا رسول ربي. اما اللي عبد الله بن مسعود ما جعله وما منا الا ولكن الله يذبه بالتوكل لاني مرتق رئيسا كي سوايا ونفني وما منا الا وقع في قلبه شيء منها وقلبي إذا كي سوايا ونفني ولكن الله يذبه كان ربي رتركتي ديمي اگرتني ربي رتركت مالي لاني مرتق يوان بدو ارقي قرا إساك سواياه هنا فنيجر عبد الله بن مسعود. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كان أولي قضاء رسول ربي ماله ده ساجرا ما الجر آجر نقتني واللي تفاول لألتني نمي رتر كتير ده ومتنو شركي ده قلب النما وانسان الرأو الجرتي يعني رسول ربي ده لقني جرا. أما سديسة أقتني واللي رافع بن مالين أن الطيارة شرك الفريك ملكي لألتني ألاتي ده وانبرا لألتني أقتني ترى الرأو ربي إن إذن الشرك إرعي مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. أما اللي رسول الدبيبين الطيارة شرك الطيارة شرك يتشوخني هانا ما يفوت الدبيبين يعني أكسب أربع يسجو أن الله يذيب الطيارة بالتوكل عليه وأني أقتني ربنا مرة ديم سون وأمي الكلا اللتني قلبي نما كيس سيائزا وأن سنبرد ديمين ربي رتركتشو ربي نمرة ديم سيسجتشو وأني حديثة كنر أرقنه كان حديث التعان ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة من حاجتي فقد أشرب قالوا يا رسول الله وما كفرت ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمداك أو ردك حديث إمام أحمد باسا إلا أقلتني ما جاء الحديث رسول التلفوني من ردته الطيرة لم أقلتني ملكيني سديب افتحاجا إسائر رب اتباع إيجرا جنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جنان صحابان قافتني ما كفرت ذلك مالين مبيتش كان قالك أدب بيني ساكفارا واني وان كان يسر رباس مالي يعني قافلنا أكنا جيت شوق بجان اللهم لا خير إلا خيره يا ربي خيري انتكلي سبير عمله انتاد سر عمله اندفت ولا طير إلا طيره ملكين تكلي تنتي مليه انتاد ولا إله غيره كقبر مسلم عليه انجيل أكنا جيت شوق بجان اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره يا ربي خير تكلت انت ملينجر ملك تكلت انت ملينجر تكبر ما لين سي ملينجر حديث بلا كيزت مو انما الطيارة مهندات ملك يتشوى سي دين سي سي اسال التركتين انت اوردك يو كان سي دين سي يعني قلتني كان تملكين اسال تملكي ادار اقامان كان معنى حديث كلام على رسول ربي صلى الله عليه وسلم واني نوهما جرمال ان الطيارة المنهى عنها وملك الرعوق قمزون والتي يشرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المدي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه ما لني ملكين أقرتني شركي وفكيسة قبل تربي جبسوي أكيسي أكامي وأن لمكي رتع كتيه دي من لي هو للي وأن يسي رتع كتيه دي مسان
namicha ammoo kana rabbi ibtilaa gole du'aayyan ma isaan karaa godhatan kana ya rabbi kheyriin takkaillee si bira malee dhuftu milkiillee si bira malee taatu si malee kagabbaramu hinjiru jedhee kanaan agartanii rabbitti deebi'uu qaba anna xiyaarata shirk wanni hadiisa irraa fayyadamnu maalin ما تفاول لالتشون شركة إيراني شركة مالين أنا تفاول جتشون مالين ككتاب لوج وان سرت تركتنا مش ديمي وكا أولي وكا بادلاجي يوكا وان سندي سنرت تركتة خني مرتين وعترني شركة دا إيرا فجاتشو كبان من ربي تعمل يجتشو وار رسول ربي إيرا لو جن كان الرفجاتشو كبا وار عترني وان عجهتي وان عترني وليه مكانت تهجته قلبي نساء عترني كل كله يته شركة إيرالله وان غرغرائي تركتشو إرلال لفقاته وياغا فربي والغي حفل ربي نهاتاجسو واني أقباب نقلال لكم أغرتني وان تفاول نمني لالتي وكا ملكي نمني لالتي حجاء رت ديمي وكا حجاء سيسا إرلاؤول الرأي إرلاؤول في ديمو سن أغرتني إسر رت لالتني اللاتي تهوان برآتو تهو شرك إرلاي ورقنا الرأي إيقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللاتي أقرتني اللاتي في أم سمو جاء صفرا ملكي لألتني جاء كان كيس سنفون جاء كان كيس ملنبانو يعني لألتشون كن اللي هنتو جيتشو أما اللي أرجي اللي روبا في وانا كناتي وانا كنات اللي جيتشو اللي ننتو أما اللي جنن كررانا ما قرتنا ما بللي ستجرا يعني يادون سن اللي هنجرو كنافو وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه اما رب الرت اركتو وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه رب الرت اركتني اركو في رب قلتو ان من تحقيق التوحيد الحذر من هذه الوسائل المفضية الى الشرك توهين انما تلجت وان اما دبت موان شرك انما جيسو كان مال الراجي فقاتو وان لم ندو ان دلقو كوني مرتنو وان قراتا في ديما في مكان ما تيفي لفا في أغرتني اللاتي والنساء اللاتني ملكيتي اللاتني يو أنك كان في أنرن ملكا هوان ديمو سنجل قدياني لالتون هنجلو كل مرتلو رب رت إركتني حجاو في تيف ديماني يو إراحفا لله إراحفا جتشو وله ما ننس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة أما اللي حديث بخاري مسلم باسن أنا اسمه وبيس رسول ربي أكنا جلجل لا عدوى وكمن تروا الليه انجروا جان ولا طيال ملكي لألتشوا الليه انجروا ويعجبوني واني نجالت شيء سجاء رسول ربي الفعل فعلت نجالت شيء فعل جتشم مال يعني قافلان الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة أكلمان قاري ودبتي ونما ولد نفتي فكيلف لما نمني إبا ميدي وما قرتني وانا مكاني ساس سالم جيتش وليت في نقايا باني قرتني إن شاء الله يو جاي وانا كنا كيادو تاتي همان قبو كلمان قارين تنوان قاري يادو واني حديثة كان لا أرقى النمال أن الفعل ليس من من الطيرة المنهي عنها نمني قرتني مكا قاري لألتي إلا وان قاري تنهني من كون يلي وان قاري لألتي مكني أقرتني ملكي إرادو قمساني ميت أما اللي معنا فعلي مال كلمة قاري وان قاري دبتو مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به أما اللي ربي كينا نية تتلو خلاص أبونا مقاري ولده إن شاء الله من كون وجه نمي تقومان قبو نية وفي وكذت أكتني ربي رت إركتاي وكجد أما اللي كلمة أكناتنا في أكتني ملكين أكدان جرت اللي بيكو قبنا لكن من الالتي التي كناتنا لفي وان بدي كناتنا لفي انما ركو كنا نرؤو مجيئ الالتو في اما يقلم كنات انما مقاني ساء كنات وان غاري كان اول قرن ان شاء الله رب نمر كيس يجو الداني جيجو الفعل فيه حسن الظن بالله والعبد معمول ان يحسن الظن بالله فعل جيجو كل كلمان غارين تنمال ربي كنت قبرتني يا تلو قبرتني يا ربي تتلو اقرتني اتأمر مجرى اما اقرتني اللاتي لالتشو يوكاميكي وان بدو لالتشو ني يا رب اتبادو كيس جرا الطير تفيها سوء الظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله ناني ملكي قوانا كانت عفية كانت ايه واني كانا ندولة ريه كانت ايه وان بدو تهي كتشون سنة قرتني رب اتي ني يا بدو رب اتي ني يا بدو إرا قبرتش وقمي جرا وليبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل
ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث سند أبي داود باس كيست سهي أقرتني سند سهي عن باس عوة بن عامر كجاني رسول ربي بيت دبتم تجر واملكي كان دبتين من الجنة، فقال رسول ربي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل إر ملكي والني سنجتني لألا تكرر إر قارين إر قارين تكلمة قارين ريفو جنة سريا ولا ترد مسلما كلمة قارين مجة مسلمة أقرتني هجا إساء إران ديبت، فإذا راهدكم ما يكره لم تقواني سجيب بسنسيوك أرغتاتي فليقل هاجر يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جرى اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت يا ربي وان قارين لي نمني في دنجير سمالي سمالي حسنان اللي ترتو اللي ندفو هندندد ولا يدفو سيئات بدي اللي وانفكتو كان مرة دي بسنجير إلا أنت سمالي ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي كارم مالين جبين اللي هنجيرو سيهمالي أكنا جتوك أبنا ميشي تكو يوان جبارجي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي قتلتنا ما في دولة سمالي هنجيرو كوان فكتنا مرة دي بسو سمالي هنجيرو أرم ما في جبين اللي سمالي هنجيرو أكنا هاجر يو أغرتني وان بدو أرجيان واني با وان بدو يسجد بسيسي أرجي أكنا جتو قبجان رسول ربي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث كان مال رسول ابي لت أغرتني واني ملك جرمكوني دبتمت جنان رسول أغرتني إر غاري إساني إبساني أغرتني مال كإسن جتنساني مغارين كلمة غاري كخنر اللي غاري مال لم تقو أغرتني أن التيارة ثلاثة مالف كغارين أغرتني لم تقوى يسجد بسيو أرجو دعاية كنا كنا قول أتشوك أبا أكبر المشركة سنملكي أكنا أكنا نقول جدي وان سنت لما صندوق ديمو هنقبو دعاية كنا كنا قول أتشوك أبا يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. أما حديث كنا الرابان لرقل مال إبطال التيارة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. أما اللي ملكي الله تشون انتو يوه كالتاني نفسنا ما كان كيس سوايان دعائي أما جنكنا قلت شوك أبجتشو. أما اللي أن ما يقو في القلب من التيرة لا يدو بل يديبه الله بالتوكل لم تقول لا كيس سوايان سيان يوه صندوق إن ديميني سندرارو رب رتك كتير ديمو قبا. أما اللي أكتاني خليمان غارين تني ها ملكي فكاتو إذن كانوا ملكي فكاتي أكما ملكي تي إذن سن أكتاني خليمان غاري تنتي نميش أكتاني لا لتشو ومن قبوان غاري وجوب التوكل على الله. أما اللي رب نتأكدوا قرما في جبين اللي نافنجروا ربي ملا جريا كانت أمنوا وأنا كنا دعايا كنا كنا قلت شو قبا ولين مسعود المرفوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل رواه أبو داود الترمذي وصحه وجعل آخره من قول المسعود. حديث عبد الله بن مسعود رسول حديثة قتلي رسول الرعود يسير رسول التلفوري رسول لماجن الطيرة شرك الطيرة شرك ملكي لألتشو شركي الرأي ملكي لألتشو نطيرة شركو لما فيها من تعلق القلب على غير الله وأن مش أقرتني ربي ملك كبيراتي لمن كيس جروفي الطيرة شرك كبيراتي لمن أقرتني مال شركي جرم يا رسول ربي. أما اللي عبد الله بن مسعود ما جعله وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل لأني مرتك رئيسا كيس سواياه ونفني وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها وقلبه إيسا كيس سواياه ونفني ولكن الله يذيبه كان ربي رتل كتير ديمي أغرتني ربي رتل كتمالي لأني مرتو يوان بدو أرقي قراء إساك سواياه هنا فنيجي عبد الله بن مسعود. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كان أولي قضاء رسول ربي ماله دي الساجرا ما يجر أجر أغرتني واني تفاولا لألتني نمي رتل كتير دي ومتنو شركي لا قلب إنما وان سنر الرو الجرتي يعني رسول ربي إلى رقني جرا. أما سديس أغرتني وني رافيا بن مالين أن الطيرة شرك الفريق ملكي لألتشو الله تيته وان بالعلى ألتني أغرتني تل الرهود ربي إن إذن الشرك إرعي مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. أما اللي رسول الدردي بين الطيرة شرك الطيرة شرك جاتشو خوني هانا ما يفو الدردي بين جاني أكسب أربعي سيجو أن الله يذيب الطيرة بالتوكل عليه واني أغرتني ربي نمر راديم سون وان ملكي لألتني قلبي نماكس سيائسا وان سنبرد ديماني ربي رت اركتشو ربي نمر ديمس سجدشو واني حديثة كان الرأرق انو كان حديث التعان ولي احمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة من حاجة فقط اشرك قالوا يا رسول الله وما كفرت ذلك
قال أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمداك أو ردك. حديث الإمام أحمد باسا إلا قلتني ما جاء الحديث رسول التلفوني من ردت الطيرة لم يقلتني ملكين سديب التهاجاء سائرة رب اتباع إيجرة. جنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جنان صحابان قافتني ما كفرت ذلك مالين نبيت كالدرك أدب بني ساكفارة والنوان كان يسر رباس مالي يعني قافلان أكنا جتوك بجان. اللهم لا خير إلا خيره، يا ربي خيرين تكلي سبيل عمليه انتاد سر عمليه اندفت، ولا طير إلا طيره ملك تكلي تنتي مليه انتاد، ولا إله غيره كقبر مسلم عليه انجيو أكنا جتوك بجانش. اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. يا ربي خير تكلت انت ملينجت ملك تكلت انت ملينجت قبر ما لين سملينجر. حديث بلا جزت مو انما الطيره تمامدات ملك يجتوا سيدم سيسي اسمت كتب انت اوردك يو كان سيدي بيسي يا يعني نغتني كانت ملكين اسمت ملك ادار وغمان كان معنى حديث كلام على رسول ربي صلى الله عليه وسلم وننو هماج رمال ان الطيره المنيه عنها وملكين الرعوق قمزون والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المدي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه. ما لني ملكين أقلتني شرك وكيسا قبل تربي جبسوني أكيسي أكامي وأن نمتش رتع كتي ودي من لي هو للي وأن يسي رتع كتي دي مسان نمتش أموك أنا ربي ابتلاء أقولي دعا يما إسان كلا أقول تنكنا يا ربي خير تكل لي سبيل عمل نفتو ملك لي سبيل عمل انتادو سمليك قبر مهنجر جريك أنا قلتني ربي تديبي وقبا أن الطيرة شرك. وإن حديث الرافية ابن مال ما تفاول لا لتشن شرك إرعي شرك مال إن تفاول يتشن مال إنك كتاب لوك وان سرت ركتين مش ديمي وكا أولي وكا بادلقي يوكا وان سنديس سنرت ركتين كوني مرتين وقلتني شرك إرعي إرعي فقاتشو قبا نمني ربي تعمل يجو والرسول ربي إرادو قن كان الرافقات شكبا ورى أغرتني وان أغهتي وان أغرتني وليه مكانت تهجتي قلبي نساء أغرتني قل قلويته شركي إرالي وان غرغرائي تركتشو إرالي فقاته وياقا فربي والغي هفو ربي نهاتاجسو واني أطباب نكالانيكم أغرتني وان تفاول نمني لألتي وكا ملكي نمني لألتي حجاء رت ديمي وكا حجاء سيسن الرأول الرأي الرأول في ديموس أقرتني إسرة لالتني التي تهوان برآتو تهو شرك الرأي وركن الرأي إيقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يو أقرتني وان بدو أرقيان وانبا وان بدو سجب سيسيو أرقي أكنا جتشو قبجان رسول ربي صلى الله عليه وسلم. معنى حديث كنا مالين رسول الله بلت أغرتني واني ملك جرمكوني دبتمت جنان رسول الله أغرتني إدرا غارين إساني إبساني أغرتني مالين كايسن جتنساني مغارين كلمة غاري كاكنر اللي غاري مالين نمي تقو أغرتني أن الطيرة ثلاث ود مالف كغارين أغرتني نمي تقو واي سجيب بيسي واري دعاية كنا كنا قول أتشوك أبا أكوار المشركة سن ملكي أكنا أتو أكنا نقول جدي وان سنت لمي صندوق ديمو هنقبو دعاية كنا كنا قول أتشوك أبا يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. أما حديث كان الرواني أرقل مال إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. أما اللي ملكي لا لتشون انتو يوه كالتري نفسنا ما كان كيس سوايان دعاء أما جن كان قول أتشوك أبا جتشو. أما اللي أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يدف بل يديبه الله بالتوكل نمت قوك لا كيس سواي سيان يوه أن صندوق إن ديميني سندرر رب رتك كتير ديمو قبا. أما اللي أكتري كلمان غارين تني هم ملكي فكاتو إذن كانوا ملكي فكاتي أكما ملكيتي إسي سن أغرتني كلمة غاري تنتي نميج أغرتني لألتشو ومن قبوان غاري وجوب التوكل على الله. أما اللي ربي رتكتشو قرما في جبين اللينا في نجيرو ربي ملي جريا كانت أمنو وأنا كنا دعايا كنا كنا قلتشو قبا. ولين مسعود المرفوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل رواه أبو داود الترمذي وصحه وجعل آخره من قول المسعود. حديث عبد الله بن مسعود رسول حديثا قلت لي رسول الرعود يزير رسول التلفولي رسول لماجن الطيرة شرك الطيرة شرك ملكي لألتشو شرك الرأي ملكي لألتشو الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله
وان نمتش اغرتني ربي ملك كبيرات تهدمون كيسا جروفي الطيرة شرك كبيرات تهدمون اغرتني مال شرك يا رمي الرسول ربي اما يا عبد الله بن مسعود ما جعله وما منا الا ولكن الله يذيبه بالتوكل ناني مرتك رئيسا كيسا وياه نفني وما منا الا وقع في قلبه شيء منها وقلبه إسا كيسا وياه نفني ولكن الله يذيبه كان ربي رتع كتاب يمي اغرتني ربي رتع كتاب ناني مرتك وان بدو ارقي قراء إساك سواياه هنا فنجر عبد الله بن مسعود المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثة كان أولي قضاء رسول ربي ماله ده استاجرا ما الجراجر ذكرتني واني تفاولا لالتاني نمي رتر كتير ده همتنو شركي لا قلب إنما وانسانر الرو جرتي يعني رسول ربي ده لقني جرا أما سديسة أقرتني واني رافجة دون مال أن الطيارة شرك الكريكي ملكي لالتشون اللاتي ثوان بالعلى اللتاني أقرتني تل الرو رب إذن الشرك إرعي مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب أما اللي رسول الدربيان الطيارة شرك الطيارة شرك يتشوكني هان ما يفوت الدربيان يعني أكسب أربع يسجو أن الله يذيب الطيارة بالتوكل عليه وأني أقرتني ربي نمر هذا يمسون وأمي الكلا اللتاني قلبي نماك السيائزا وأن سنقرب ديماني ربي رت إركتشو ربي نمر هذا يمسي سجدشو وأني حديثة كان الرأرق أنه كان حديث التعان ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفرت ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمداك أو ردك حديث إمام أحمد باسا إلا قلتني ما جاء الحديث رسول التلفوني من ردته الطيرة لم يقلتني ملكين سديب ابتهاجا إسائر رب اتوائد إجرى جنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جنان صحابان قافتني ما كفرت ذلك مالين مبيتش قلقلقي أدب بني سا كفارا واني وان كان يسر رباس مال يعني قافلنان أكنا جتشوك بجان اللهم لا خير إلا خيره يا ربي خيرين تكلي سبير عمله انتاد سر عمله اندفت ولا طير إلا طيره ملكين تكلي تنتي مليه انتاد ولا إله غيره كقبر مسلم عليه انجيل أكنا جتشوك بجتش اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره يا ربي خير تكلت انت ملينجر ملك تكلت انت ملينجر تكبر ما لين سي ملينجر حديث بلا قيزت دمو انما الطيارة مهمدات ملك يتوان سي ديم سي اسابت تركت ديم تأوردك يو كان سي ديم سي يعني قلتني كانت تملكين اسابت تملكي إدار وقمان كان معنى حديث كلام على رسول ربي صلى الله عليه وسلم وننو هماج رمبال ان الطيارة المنهى عنها وملكين إبراه القمزون والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المدي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه ما لني ملكين أقرتني شركي وفكستا قبل تربي جبسوي أكيسي أكامي وأن نمتش إردت إركتي ودي من لي هو للي وأن يسي إردت إركتي دي مسان نمتش أموك أنا ربي ابتلاء أقولي دعا يما إسان كلا أقول أتنكنا يا ربي خير انتك اللي سبيل عمال اندفتو ملك اللي سبيل عمال انتادو سماليك قبر مهنجيرو جريك انا قلتني ربي اتدابي وقبا ان الطيارة شرك واني حديث الرافية ابن مال ما تفاولة لالتشون شرك إرعي شرك مال ان تفاولة جتشون مالين ككتاب لوك واني سررت اركتين امتش ديمي وكا اولي وكا بادلقي وكا وان سنديس سررت اركتين هوني مرتنو اقلتني شرك إرعي إرعي فقاتشو قبا نمني ربي اتعمالي جتشو والرسول ربي الرؤوغان كان الرافقات شكبه ورى قرتني وان لقهتي وان لقرتني ولهم كانت هجتي قلب نساء قرتني كل قلوتي شركي الرالي وان قرقرائت اركتشو الرالي فقاتي وياقا فربي والغي خفل ربي نهاتاجسو واني الرباب نقلانيكم اقرتني وان تفاولا من الالتي وكا ملكينا من الالتي حجاء الرت ديمي وكا حجاء سيسا الرؤول الرأي الرؤول في ديموس أقرتني سرت لالتني التي تهوى برأسه تهوى شرك الرأي وركن الله إيقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رب إذن شرك الرأي مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب أما اللي رسول الدربيان الطيارة شرك الطيارة شرك يتشوكني هان ما يفوت الدربيان يعني أكسب أربع يسجو أن الله يذيب الطيارة بالتوكل عليه وأني أقرتني ربي نمر هذا يمسون وأمي الكلا اللتاني قلبي نماك السيائزا وأن سنقرب ديماني ربي رت إركتشو ربي نمر هذا يمسي سجدشو وأني حديثة كان الرأرق أنه كانه
حديث نتان ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة من حاجتي فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمداك أو ردك. حديث الإمام أحمد باسا إلا قلتني ما جاء الحديث رسول الفلاني من ردته الطيرة لم يقلتني ملكين سريب التهاجاء سائر رب اتوا إليجا جنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جنان صحابان قافتني ما كفرت ذلك. مالن نبيت قال قرقي أدب بيني سا كفارة واني وان كان يسر رباس مال يعني قافلان أكنا جتوك بجان. اللهم لا خير إلا خيره، يا ربي خير انت كل سبيل عمله انتاد سر عمله اندفت، ولا طير إلا طيره ملك انت كل تنت عمله انتاد، ولا إله غيره كقبر مسلم عليه انجيو أكنا جتوك بجان. اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. يا ربي خير انت كلت انت ملينجر ملك انت كلت انت ملينجر تكبر ما لين سي ملينجر. حديث ابي اكي ستمو انما الطيارة مهمدات ملك يتشوه سي دين سي سي اسم التركتي دين تأوردك يوكان سي دين سي يعني قلتني كانت تملكين اسم تملكي إذا الوقمان كان معنى حديث كلام على رسول ربي صلى الله عليه وسلم وننو هماجر انبال ان الطيارة المنهى عنها وملكين الرعوق مزون والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المدي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه. ما لني ملكين أقرتني شركي وفتسا قبل تربي جبسوي أكيسي أكامي وأن نمتش رتح كتيه ودي من لي هو وللي وأن يسي رتح كتيه دي مسان نمتش أمو كان ربي ابتلاه أقولي دعا يما إسان كلا أقول أتنكنا يا ربي خير انت كل سبيل عمل انفتو ملك الله سبيل عمل انتادو سمليك قبر مهنجر جريك انا قلتني ربي اتدابي وقبا ان الطيارة شرك. واني حديث الرافية ابن مال ما تفاول لا لتشن شرك الرأي شرك مال ان تفاول جتشن مالين ككتاب لوك وان سلت تركتين امتش ديمي وكا اولي وكا بادلقي وكا وان سنديس سلت تركتين هوني مرتنو اقلتني شرك الله الرأي فقاتشو قبا نمني ربي اتعمل يجو والرسول ربي الرؤوغان كان الرافقات شكبا والرأغرتني وان رقهتي وان رقهتني وليهما كانت تهجتي قلب نساء أغرتني كل كلهتي شركي الرالي وان قرقرائي تركتشو الرالي فقاتي وياقا فربي والغي خفل ربي نهاتا جيسو واني أطبابني قلانيكم أغرتني وان تفاول نمن الالتي وكا ملكي نمن الالتي حجاء الرت ديمي وكا حجاء سيسا الرأول الرأي الرأول في ديمون سن أغرتني إسرة الهلتني التي تهوان برآتو تهو شرك الرأي ورقنا الرأي إيقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تمو إنما الطيارة مهمدات ميك يتشوان سيديم سيسي إسرة تركتي ديمت أوردك يوكان سيديم سيسي يعني أغرتني كانت ملكين إسرة تملكي إدرار أقامان كانت. معنى حديث كلام على رسول ربي صلى الله عليه وسلم وننو هماج الأنبال أن الطيارة المنهى عنها وملك الرعوق بمزن والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المدي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه. ما لني ملكين أقلتني شركي وفتسا قبل تربي جبسوي أكيسي أكامي وأن نمتش رتح كتيه دي من لي هو وللي وأن يسي رتح كتيه دي مزن نمتش أمو كان ربي ابتلاه أقولي دعا يما إسان كلا قولة تنكنا يا ربي خير انت كل سبيل عمل انفتو ملك الله سبيل عمل انتادو سماليك قبر مهنجر جريك أنا قلتني ربي اتدابي وقبا أن الطيارة شرك. واني حديث الرافية ابن مال ما تفاول لا لتشن شرك الرأي شرك مال ان تفاول جتشن مال انك كتاب لوك وان سرت تركتين امتش ديمي وكا اولي وكا بادلقي وكا وان سنديس سنرت تركتين كوني مرتنو اقلتني شرك الرأي فقاتشو قبا نمني ربي اتعمل يجو والرسول ربي الرؤوغان كان الرافقاتشو قبا ورا قرتني وان رقهتي وان رقرتني وليهما كانت تهجتي قلب نساء قرتني كل كلهتي شركي الرالي وان قرقرائي تركتشو الرالي فقاتي وياقا فربي والغي خفل ربي نهاتا جيسو واني اقضابني قرانيكم اقرتني وان تفاول نمني لالتي وكا ملكي نمني لالتي حجاء الرت ديمي وكا حجاء سيسا الرؤول الرأي الرؤول في ديمو سنقرتني سرت لالتني
التي تهو ام براتو تهو شرك الرأي والركن الرأي ايقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان الطيرة شرك وان حديث الرافية ابن مالن ما تفاول لا لتشن شرك الرأي شرك مالن ان تفاول يتشن مالن ككتاب للوقت وان سرت تركتنا مش ديمي وكا اولي وكا بادلقي يوكا وان سنديس سنرت تركتي كوني مرتن وقرتني شرك دا الرأي فقاتشو قبا نمني ربي اتعمل يجو والرسول ربي الرأي وقا كان الرأي فقاتشو قبا ورا قرتني وان لقهتي وان لقرتني وليه مكانت تهجتي قلبي نيسا قرتني كل كلويته شرك الرأي وان قرقرا اتركتشو الرأي فقاتي وياقا فربي والقه خفوا ربي نهاتاجسو واني اطلبا ابنك على لكم اقرتني وان تفاولا من الالتي وكا ملكينا من الالتي حجاء الرت ديمي وكا حجاء سيسا الرأول الرأي الرأول في ديموس اقرتني اسرت الالتني التي تهو ان برآتو تهو شرك الرأي والركن الرأي اقم ربي نهاتاجسو ربي نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اغرتني كل كلويته شرك الرال وان غرغرايت اركچو الرال فغاته ويا غف ربي والغه خف ربي نهاتا يسو وان يطبا نقال لكم اغرتني وان تفاول من لالته وكا ملكين من لالته حاجه الرت ديمه وكا حاجه سيسن الراول الراي الراول في ديموس اغرتني سرت لالتني التي تهو ام براتو تهو شرك الراي والركن الرأى ايقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. التي حجاء الرت ديمي وكا حجاء سيسا الرأول الرأي الرأول في ديموس اقرتني سرت لالتني التي تهو ام براتو تهو شرك الراي والركن الرأى ايقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. التي التي تهو ام براتو تهو شرك الراي والركن الراي ايقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ايقم رب نهاتاسسو رب نهاتيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين.